إيه ما التزموا ولا امتثلوا لفتوى الزهراء صلوات الله عليها على تعبيركم مراعاة للوحدة الإسلامية نعم كما بينته في الليالي الفاطمية. نعم قالوا لها بصراحة لما ناشدتهم النصرة، قالوا قد سبقت بيعتنا لهذا الرجل. ما يعني شنو يبغون المعنى؟ أنه ما ما نريد يمسكون إثارة قلاقل جديدة، خلص احنا بالكاد اجتمعنا على أبي بكر، نعم ليش بعد نخدش الوحدة الإسلامية؟ خلي نعيش. يعني في مفهوم تدعو إلى خلق المشاكل، يعني هي صاحبة أحسن، مشاكل. إي يعني ما نريد أنه خلص يعني مرة أخرى يقع صدام اجتماعي حتى نزيح أبا بكر عن ملكه ونرجع الحق إليكم أهل البيت عليهم السلام. لا، خلينا مرتاحين. نعم هذا هو الكلام، هاي حقيقة، هذا هو المنطق، هذا هو المنطق. أما عائشة فالذي قادهم لكي يثوروا على أمير المؤمنين عليه السلام أنهم يعلمون أن عليا لا يجمع بين الحق والباطل، وبالتالي مصالحهم تذهب. يعني علي ما عنده وحدة إسلامية تجمع الحق مع الباطل، ولهذا قالوا لازم نتخلص منه بسرعة، إذا تركنا عليا يحكمنا فماذا يبقى لنا؟ ما يبقى لنا شيء، لا راح أتمكن أن أبقي ملك معاوية في الشام، ولا راح أتمكن أن أجعل طلحة والزبير يحكمان العراقين أي الكوفة والبصرة، ولا راح أجعل عائشة تتحكم ببيت مال المدينة، ولا راح بالنتيجة أستطيع أن أبقي على المظاهر اللا إسلامية الموجودة ومن بينها مثلا صلاة التراويح مثلا، نعم ما راح أتمكن. فإذا لازم نخلص من علي بن أبي طالب بسرعة. وهذه هذه ذكرتها، اعترفت بها عائشة، العلم عندها كثير من الأخوة لما كانت تحث الناس على قتال أمير المؤمنين عليه السلام، إنه ترى أمير المؤمنين علي إذا جاء لن يبقي عليكم خلاص. ولما بلغها نبأ استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام في محراب الصلاة سجدت شكرا، وثم قالت فرحة لتفعل العرب ما شاءت فليس أحد ينهاها. خلاص انفتح، خلاص انفتح الطريق أمام المفاسد، ولتفعل العرب ما شاءت. بعد ماكو هذا الجبل اللي كان يمنع العرب من المفاسد، يمنع العرب من الزيغ والضلالة. علي بن أبي طالب راح. فهذا هو السبب. نعم ما المسلمون بأمة لمحمد بل أمة لعتيقي، جاءتهم الزهراء تطلب إرثها فدعوها أو فخذلوها فدعوها ونصروا ابنة الصديق. يعني نعم عتيق.